اهلا بكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج هنا بيروت. اولا فطر سعيد للجميع على امل يعني ان يكون لبنان بحال افضل في الايام المقبله. اليوم ضيفي انا ابو انطوان حبشي. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. بدايه الملف الرئاسي بتحسه كثير على نار حاميه هذه الايام، ولكن مثل معلش خليني اقول هب سخنه هب بارده بتلاقيها، يعني احيانا بتكون أجواء معينة طاغية، باليوم الثاني بنلاقي أجواء معاكسة تماما. اليوم موقف القوات اللبنانية فعلا بحاجة إلى قراءة، خصوصا مع الكلام عن إمكانية تغير بالجو الإقليمي. بس خليني أشير لشغلة، أنه اليوم أهمية كلام رئيس حزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط يلي قال بأنه عودة العلاقات بين السعودية وإيران لن يكون لها تأثير على الملف الداخلي، وكمان حكي عن القوات اللبنانية. هلا بنحكي، بدي بلش معك. بدي بلش اول شيء عيد المسلمين خاصة واللبنانيين عامة، بدي اقول لهم ان شاء الله العيد بينعاد علينا كلنا بالصحة والفرح والسلام، وهيدا شيء ما راح يصير اذا ما بنقدر نستعيد دولتنا بالمعنى الفعلي اللي هي مفقودة. نعم، وبحكي وبقول مفقودة وبنطلق من مثل حسي عم بنعيشه كل يوم، وصرخة بدي وجهها لكل المسؤولين بالدولة ولكل المسؤولين بالقوى الأمنية. بدي أشكر الجيش ومخابرات الجيش على كل الجهد يلي عم بيعملوه بعلبك الهرمل، بس ما بتقدري تعرفي بهالمحافظة أو بهالمنطقة قدي بنحس حالنا بكتير محلات خارج إطار الدولة وخارج درب التباني. يعني مجموعة أحداث تتالت بدل ما القانون يحلها بشكل كامل، وأكيد القوى الأمنية بكثير محلات بتبادر وبسرعة لتحل المشاكل، ولكن ما بتقدر القوى الأمنية واليوم لحالة تحمل هالمسؤولية. غياب الغطاء السياسي هو الإشكالية، من قتل وضاح الرفاعي ومحمد بيان ببعلبك، لقتل الصراف من عرسال محمد علي رايد، للأخوين عز الدين بجرد العقورة، وكله آخر شيء بصير حله كأنه لفلفة، ما كأنه نحن بدولة قانون. انسرق مشروع وليد رزق الله بالقاع، وليد رزق بالقاع، تحرك الجيش دغري وردله المسروقات، بس عم بنشوف عم تتكرر الأشياء. سرقة بدير الأحمر، محاولة قتل، بعد شوي خطف، بتلاقيهم عم بيقطشوا الأشجار يلي عمرها 1000 سنة. بنتلفن بيقولوا القوى الأمنية هيدا موضوع ما بنتدخل فيه إلا إذا صار إطلاق نار. مبارح بمنطقة اسمها العوجة حد دير الأحمر، أولاد سارحين مع العنزاتهم رعيين، بيربطون 4-5 مسلحين وبيسرقولهم 3-4 غنمات. شو يعني؟ شو يعني لما بنكون هالقد بالتفلت؟ وشو العلاقة بالسياسة يلي بدي أحكي فيها إن بالملف الرئاسي أو غيره؟ طيب يلي عم بيقص شجرة عمرها 1000 سنة بحرش غيره، وبثلفن للقوى الأمنية صاحب هالأرض وبيقولوا له ما فينا نتدخل إلا إذا صار إطلاق نار. يعني إذا أطلق النار وقتلهم شو بيصير؟ بيطلعوا شهداء الشجرة؟ إذا الراعي لا سمح الله كان في راعي مسلح وقوص على المسلحين شو بيطلع؟ شهيد سرقة العنزة أو شهيد شيء تاني وبنعمل له؟ واليوم هيدا تكافأ. بس ليش كأنك عم تغمز من هيدا تكافأ على... بس لحظة، هيدا تكافأ بالمحكمة العسكرية ايه؟ مع شيء صار وما بدي أقعد أسرده بتفاصيله، كمان غير مقبول. وهون بدي ألفت النظر، نعم، كتير مهم أنه نرجع ننظر قانونا باختصاص المحكمة العسكرية طبعا. وزميلي النائب جورج عايس قدم قانون بهالموضوع. اللي بدي أقوله ومش عم بغمز، عم بحكي بشكل واضح، بس بشكل واضح بس كلامك ضبط. مستفز لك لا يمكن لحظة شوي. أبداً. خليك أبداً. بس لو سمحت لأنه الشهادة ساعدني أكيد، بس الشهادة في اليوم في ناس عم يستشهدوا كرمال قضايا فعلا هن يرونها محقة. أنا كيف حضرتك عم تحكي كأنه باستهزاء عن هذا أبداً الموضوع؟ أبداً مش باستهزاء، بدي فرق مثلي مثلهم. أنا كيف بفرق لما بقول كيف انسرقوا البيوت ببرقة؟ بيجيني الجواب راحوا عن طريق وادي فعرة، طريق وادي فعرة ما القوى الأمنية ما بتفوت عليها بسهولة لأنها مخيمات تدريب. قليلي أنا كيف بفرق
هيدا السلاح عن هيداك. ما في طريقة لنقدر نفرق الأشياء إلا بأنه يكون في قوى أمنية واحدة وسلاح واحد منرجع له وبنحمله المسؤولية، هو الجيش اللبناني. اليوم شفت صرخة زميلتك الصحفية مريم مجدولين اللحام، صرخة واضحة بالأسماء. لما بنكون بدولة عم نتقاعس وفيها مواطن درجة تانية ومواطن درجة أولى، هون بنكون عم بنحط الناس تحت الضغط. طيب. وعم بنقول لهم روحوا انتوا اعملوا دولتكم. هيدا كلام وهيدا بينطبق على السياسة. لما بتطلع بالسياسة أو بدي ناقش الملف الرئاسي أو حيلا ملف بيشبهه، بس بدك تسكر هذا الموضوع. بدك تسكر هذا الموضوع. أنا ما فيني أسكره قبل ما توضح فكرة أنه حضرتك يعني قلت شيء كأنك عم تغمز من يعني الشهادة، شهادة الناس يلي هن بيعتبروا حالهم كرمال قضية. عم تقول شهادة أنه شهيد شجرة أو شهيد، يعني هيدا ما بتعتقد أنه بدل ما يكون يعني كلامك عامل إيجابي لمحاورة الطرف الآخر، هو عامل استفزاز وعامل أبداً منه بهين إذا بدك يعني أبداً قناعات الطرف أبداً الآخر. بدي أقول لك شغلة صغيرة. يلي سمع مريم مجدولين عن مسؤول سرايا المقاومة شو صار ومذكرة التحقيق بحقه وعدم لقطه، انا ما سمعتها شخصيا. أنا عم بخبي. وفي ناس ما سمعوها هلا بيكونوا عم يحضرونا، يمكن في ناس سمعوها في ناس ما سمعوها. لما بتعرض اسماء، عرضت الاسماء، عرضت كل اشكاليه خلدي، عرضت كيف الناس يلي لازم يتحقق معهم لانهم من جهه معينه ما تم التحقيق معهم، عرضت كيف التغاضي عن مسؤول قام بجريمه والقضاء بقي سنه ما يلاحقوا ولا يلقطوا ولا شيء، أدى للجرائم المتتالية وللفلتان يلي صار. نعم. أنا بدي أقول لك أكثر من هيك، وهون ذكرتني لما حكيت بالطيار سامر حنا، نقيب الطيار سامر حنا الله يرحمه. معقول نقيب طيار بالجيش اللبناني بيطلع آخر شيء القضاء أنه يلي حامل سلاح ما كان عنده قدراته العقلية بعد خمس دقايق، بعد خمسة أشهر ستة أشهر بيطلع من السجن؟ هيدا نقيب طيار بالجيش اللبناني، ما عم نحكي عن مين مكان. وبالتالي خليني أقول، ما عم بفوت من هيدي المسألة لا تأغمز سلبيا ولا تأغمز إيجابيا. عم بقول لن نتمكن من الوصول إلى حقيقة وإلى تطبيق قانون إن لم يكن هناك من استعادة كاملة للسيادة اللبنانية بكامل أوجهها. لأنه مثل ما طلع اليوم هيك بما بقصة الطيار الشهيد النقيب الطيار سامر حنا، مثل ما طلع بقصته هيك، شو يعرفني أنا بقصص تانية ما بيطلع في أكثر من حدا مسلح وفاقد قدراته العقلية؟ كيف بنقدر نعرف؟ نعم. بعد ما يصير الموت، بعد ما الناس تغرق بالدم، نعم. هلا بعد ما يصير كل هالتفلت، أوكي عم تحكي حضرتك لأنه بالمنطقة اللي حضرتك فيها مشان هيك في بتوجه سامر حنا مش بالمنطقة لا اللي أنا بعرف فيها، بس أنا عم أقول إنه لأنه المنطقة اللي حضرتك نايب عنها هي منطقة متداخلة وفيها من الأحزاب كافة ومن القوى كافة ومن بينهم حزب الله. صحيح. صحيح. لأنه أنتوا على تماس مباشر معه. بدي أقوله. بس أنت حضرتك بتعتقد إنه حل هذا الموضوع شو؟ يعني أنتوا خلينا أن يكون هناك دولة، ليس هناك من دولة، أن يكون هناك سيادة، ليس هناك من سيادة. ما بيقدر حدا انا بدي خبرك، ما زلت سالتيني بدي خبرك، تقدر تقطع قدامك سياره لعندها نمر على الحاجز قدامك لعندها نمر، نعم، مفيمه كل اللي بدك اياه، ما بعرف شو بتبرز، بتضل قاطعه كانه ما في شيء، وبيقدر يقطع سياره ثانيه يمكن فيمه من الشركه، نعم، انجا بيقدر ينزل صحبه ويتنبش. حاجز شو قصدك؟ حاجز الجيش اللبناني؟ طب اوكي، اذا حاجز الجيش اللبناني هو عم بيقطع على سياره، لانه الجيش اللبناني يلي ما عنده نور. الجيش اللبناني بيقدر يعمل كل جهده، وانا شكرت الجيش اللبناني وبرجع اشكره في جهد غير عادي عم بيكون بمنطقه بعلبك الهرمل، يقدم التحيه للجيش اللبناني عليه. بس بذات الوقت الجيش اللبناني كمان تا
تيقدر يحافظ على السيادة بشكل الكامل، مش هو بياخد القرار السياسي. بده يكون في قرار سياسي بيحميه وبيفوضه تيحافظ على السيادة. مش بيصير خطف بعد 5 دقايق بتروحي بتلاقي المخطوف قطع الحدود السورية. مش بيصير سرقة 400 راس معزة ما بيمرق 10 ساعات بتلاقيهم قطعوا الحدود وصاروا بمحل تاني. بس يا أستاذ أنطوان، هذا الموضوع بس معلي، يمكن أنا ما عندي المعرفة اللي عندك إياها لأنك من أهل المنطقة، بس أنا اللي بعرفه أنه هذا الموضوع لا يقتصر على قوى حزبية، يعني بمنطقة البقاع أنه في، يعني مع احترامنا للجميع، في مجموعات، في عشائر هي لا يعني ما بتنضم كلها للقوى الحزبية، فيها يعني هو في تنوع إذا بدك بالمجتمع هناك، وبالتالي لا يمكن لصق كل هذه الأحداث صحيح بحزب واحد. مشان هيك وقت الانتخابات بنقدر نعمل حملة الانتخابات عندن، عند هودي اللي ما بينضويوا تحت القانون، وبعدين حسب الظرف هن تحت القانون أو براته. أنا اللي عم بقوله بدون ما أكون عم بصوب على حدا هيك بالمطلق، ما رح نقدر نضبط هالمسائل بآخر حدا قادر يتصرف هيك أو يخطف أو يسرق أو يعمل شو ما كان إلا ما نكون ضابطين سيادتنا. وواحدة من مشاكل منطقتنا لأنه عم نحكي عنها هي الحدود السائبة. نعم. يلي كمان بقدر أكد أنه الجيش اللبناني ما بيقدر يتدخل فيها مثل ما هو بده وبكل المحلات، لأنه لما بتسمح لحالك تاخدي قرار أنك تخلي يكون في مقاتلين وسلاح عم بيعبر دائما على الحدود، ما بعرف شو بيعبر معه. نفس الخبرية اللي عم بحكيك إياها بالطريق يلي بيسلكوها البعض تيسرقوا بيوت بجرود برقة، نفس الخبرية اللي عم تحكي عنها مريم مجدولين بخصوص القرار يلي طلع بالمحكمة العسكرية بما يختص بخلدي. بدي انتقل للملف الرئاسي. بالملف الرئاسي اليوم العيون شاخصة على موقف القوات اللبنانية، شو رح تعمل القوات اللبنانية؟ بداية بدي بلش من باليومين الماضيين كان في جو إيجابي جدا يرافق ترشيح رئيس تيار المردة الأستاذ سليمان فرنجية، وكان في جو يقول بأنه أصبح أقرب من أي وقت مضى إلى قصر بعبدة بفعل تغيرات بالمنطقة. أنا بخبرك وجهة النظر الأخرى، تغيرات بالمنطقة ورهان على هذا التقارب اللي عم بيصير، وفترة إذا بدك أنه عدم الاشتباك والتوافقات المقبلة على المنطقة. بدي أعرف رأيك بهذا الموضوع بداية، لبعدين شوف رأيي من محل تاني. من وين؟ قلت لي أنه البعض متفائل لأنه في تقارب بالمنطقة وفي اتفاق سعودي إيراني وفي تسوية. نعم. البعض متفائل بكل هيدا. هيدا البعض مين؟ الفريق الذي يدعم ترشيح سليمان فرنجية. أنا بدي أقول لك هذا الفريق ماذا قال ب3/1/2023. سماحة السيد حسن نصر الله بيقول التالي حرفيا: لا يمكن الرهان على المفاوضات الإيرانية الأمريكية أو الاتفاق السعودي الإيراني للوصول إلى انتخاب رئيس الجمهورية في إيران في لبنان. طب أنا بدي أسأل هالفريق ساعة البدن حيالله حدا بيحكي مع حيالله حدا بيصير صنيع السفارات، بيصير عم بيستجدي، بيصير متخطي السيادة ولازم نصنعه بلبنان، وهيدا الموضوع الإقليمي نسوه وما له علاقة، وساعة البدن بيحطوا الموضوع بهالاتجاه. أنا بدي أقلك القوات اللبنانية كيف قراءتها لهالموضوع كله سوا، بس اكيد بدي اتمنى عليهم بليز ما بقى يلقطوا الشماعات ويقولوا اللي ناطرين المجتمع الدولي والمطرين الشويشة من برا. مبين مين ناطر. نعم. ناطر يلي ما في فرق 3-4 أشهر بين كلامهم عن انه ما حدا ينطر شيء من برا، وهلا ما بيحكونا على انه التسويه وتعوا وما تحطوا حالكم برات التسوية وبتقطع لكم راسكم. هلا رح نحكي في هذا. أوكي. كلام سليمان فرنجي من بكركي. صحيح. نعم. أنا بدي بلش وضح موقف القوات اللبنانية اللي هو واضح وما في أي لبس. بالنسبة للقوات اللبنانية كل الخلافات اللي عم بتشوفيها
واللي عم بنشوفها بالفريق الآخر. منا خلافات على جوهر المسألة اللي عم نطرحها. جوهر المسألة اللي عم نطرحها هي سيادة لبنان طيب وإصلاحه. في عندك فريقين، شو ما كانت الخلافات بيناتهم، ولا بتشوفي انه الخلافات تقدر تكون بيناتهم كثيره، بس على مسائل منا جوهريه وما لها علاقه لا بلبنان ولا بالمواطن اللبناني. في فريق الممانعه، وفريق الممانعه واضح بكل تصريحاته، الثنائي الشيعي طيب التيار الوطني الحر وسليمان باك فرنجيه هو بصلب هالفريق. وفي فريق اخر بده يستعيد سيادة الدولة ويقوم بالإصلاح. القوات اللبنانية هي في هذا الفريق إن لم تكن بطليعة المطالبين بسيادة الدولة وبإصلاحها لنقدر نطلع من الوضع اللي نحن فيه. انطلاءً من هيدا المبدأ، وانطلاءً من هيدا المفهوم، وانطلاءً من هيدي القراءة السياسية، عملياً شو ما كانت التسوية، نحن عنا أصدقاء، عنا أصدقاء بكل العالم بندعي لتطبيق القرارات الدولية، بندعي للصداقة مع العالم العربي. بعدنا لهلا ما أخذ موقف مع السعودية، عم بعطيك موقفي. طيب موقفنا كتير واضح. صداقتنا مع كل هيدا العالم شيء، والذهاب بالتسوية باتجاه يعاكس قناعاتنا شيء آخر مختلف 1000%. عم تقول أنه أنا... حتى لو أتت التسوية، أنا بس عم جرب أنه بس نترجم حتى لو أتت التسوية بتسمية سليمان فرنجية، سليمان باك القوات فرنجية اللبنانية لن تنتخب سليمان فرنجية أبدا. ولو غيرت المملكة العربية السعودية رأيها في هذا الموضوع، عندنا احترام كتير كبير للمملكة العربية السعودية وللدول العربية، نعم، ولكن ما حدا أخبر منا بالشأن الداخلي اللبناني أوكي. وبما هو مصلحة المواطن اللبناني، ومصلحة المواطن اللبناني طيب أن لا يكون هناك مرشح من فريق الممانعة عم بيجي ويجدد الأزمة، وسليمان باك فرنجية هو في صلب فريق الممانعة. بس ما بتنتخبوا سليمان فرنجية بس بتنزلوا بتأمنوا النصاب 86 لانتخابه؟ لن نؤمن نصاب لفريق لرئيس مدعوم من فريق الممانعة وهو من صلب فريق الممانعة. هيدا الشيء متفقين عليه مع حلفائكم بالمعارضة؟ يعني بالمبدأ بكل الكلام ضمن المعارضة لن نقبل بتأمين النصاب نعم لرئيس من فريق الممانعة. ولو حصل على 65 صوت بالتالي انتوا ما رح تنزلوا تأمنوا النصاب ابدا، ولو طلبت المملكة العربية السعودية هذا الامر. قلت لك يعني نعم. وفي كثير اشياء مع الاصدقاء الدول الاصدقاء كانت بتتعارض وكانت رؤيتنا مختلفة للي عم بيحصل بلبنان، مش بس مع بعض الدول العربية أوقات، وإنما مع الدول الغربية، وموقفنا نعم راح باتجاه قناعتنا إن كان مع الفرنسيين أو مع غيرهم. بس أنا هون بدي أرجع أعمل إعادة قراءة. يلا أنا بدي أشوف للتسوية. شو تماما أنا بدي أشوف شو رأيكم بهذه التسوية للتسوية. هل فعلا هذه التسوية قد يحتمل أنه تروح لمصلحة سليمان فرنجية كما يراها هو؟ وشو المعلومات، شو عم بقولوا لكم اصدقائكم بالمملكه العربيه السعوديه؟ بتعرفي الياس بيخلي الواحد يتكبش بحبال الغيب. هيك عم تقول عنه لسليمان فرنجية وفريقه؟ ابدا ابدا، عم بقول انه يأسانين، انه يأسانين، وعم عم بقول عن مين؟ عن فريقه. عن فريقه اي. ليش عم بقول هيك؟ انا اذا بجي بقرا التسويه، واكيد التسويه هن ما كانوا عارفين فيها قبل بيومين ثلاثه، أكيد هن بجو أنه عم بيصير أحاديث وهيك، بس قبل بيومين ثلاثة سماحت السيد حسن نصر الله وبيطلع بيأكد وبهجوم كمان لاذع. وهون بدي أقول مين بيلتزم بيلي الفريق الخارجي بيقول له شو يعمل؟ هيدا مثل واضح. بيقوم قبل بثلاث أيام، ما بعرف إذا أقل أو أكثر بيوم، قبل بثلاث أيام بيقوم بيحكي عن انه ما في اتفاق ولا اي تفاهم ايراني سعودي، ويلي ناطره رح ينطر كثير
وضمن هذا اللقاء يكون هناك كلام هجومي، نعم، وسبقوا كتير كلام هجومي، فجأة من نهار أورسي صار الاتفاق بعد يومين ثلاثة وهن قايلين إنه ما في اتفاق. نعم. الأهم من هيك كل رأيهم، كل تعليقاتهم، وهي شغلة منيحة على الدول العربية تتحول من سلبية لإيجابية بين النهار والتاني. كمان هون بس هي صار لهم فترة ما عم بيهاجموا المملكة العربية السعودية قبل هذا الاتفاق. كمان هون بدي أقول، نعم، هيك بشكل كتير بسيط، نعم، هون ببين مين موقفه مرتبط بالخارج تيغير مسائل هالقد بيعتبرها جوهرية وإيديولوجية بالنسبة له. لأنه إذا بتسمع الخطابات من 4 أشهر و5 أشهر بتشوفي قدي الموضوع كان إيديولوجي، كانوا يتهجموا على عائلة المملكة، كانوا يتهجموا على الدول العربية وبشكل إيديولوجي، يعني حتى تاخد بعد ديني عشوائي بالكلام، وفجأة بيتحول كل هيدا مش موجود. لا بطمنك، القوات اللبنانية بتشوف بالتسوية، نعم، في خير. ليش؟ يعني عم بقولوا لكم أصدقائكم بالمملكة العربية السعودية أنه ما سيحصل من تقارب لن يؤثر على موقفها بخصوص مواصفات رئيس الجمهورية اللبناني، هيك؟ لست بحاجة إلى من يقول لي، رح أقول لك ليه. أول شيء رينا شو بنود التفاهم، تطبيق القرارات الدولية. طب نحن شو طالبين منهم؟ معتبرينهم أعدائنا بالمطلق؟ لا، نحن منتمنى كلنا ننكب على المسألة اللبنانية وما نتطلع برات لبنان. دي روح أبعد من هيك، بتقول تطبيق القرارات الدولية وبتقول عدم أنه كل شيء بمس بسيادة الدول وقفه. شو اللي بمس بسيادة الدول غير التنظيمات المسلحة، غير يلي بيعمل حروب برات إرادة الحكومة وبرات ما يكون متاخد القرار استراتيجي بالحرب والسلم بقلب البرلمان اللبناني، بيورط كل لبنان بحرب طويلة عريضة ما قالوا فيها، بيعلن سبب الحرب ببدايته شيء، يعني أول شيء رايحين تندافع عن مقام، بعدين ما بعرف شو، بعدين ما بعرف شو. لا، نحن موقفنا واضح، كل شيء ولا رمادية في المسألة. طيب. كل ما يبتعد عن المفاهيم الأساسية التي أرسيناها لمواصفات شخص رئيس الجمهورية نعتذر من كل الناس، ما راح نمشي فيها. طيب هيدي عرفتها، أنا بس بهمني أعرف شغلي. أنا بعرف أنه في، كلنا بنعرف أنه في علاقات ممتازة مع المملكة العربية السعودية، السفير وليد البخاري بزيارات متواصلة إلى معرب، صح؟ طيب شو بلغكم آخر زيارة قبل رمضان، يعني قبل ما يروح يرجع على الرياض برمضان، شو بلغكم؟ صار في لأنه سيناريوين. أول سيناريو هو أنه بلغكم أنه طمنوا أنه هذه التسوية لن تحصل على حسابكم ولا على حساب مواصفات الرئيس يلي صار لنا من بيان نيويورك عم نحكي عنه. في سيناريو تاني قالوا أنه قالكم روقوا أنه ما تصعدوا بقى لأنه المنطقة رايحة على تفاهمات. نحن مطمئنون، مطمئنون بمعزل عن أي سيناريو، والسيناريوهات تبقى للتداول كل واحد بالمجال الإعلامي. نحن هلا بنعرف شو صار، أنا رح قلك شو صار. التداول هو بالمسألة العامة اللي لها علاقة بلبنان وتأثير كل شيء تاني عليها، وموقفنا واضح بلبنان لا يمكن أن تحل المشكلة إلا باستعادة سيادة الدولة، وهيدا موقفنا وعليه سوف نبني. ورأينا بالتسوية هو انطلاقا من بنود التسوية، نعم، وموقفنا منها تباعا بيكون له علاقة باللي رح تبلوره على أرض الواقع. أنا بدي طمن يلي معتبرين أنه التسوية حلت المشاكل وأنه رح يقدروا يجيبوا رئيس من فريقهم، أنا بدي طمنهم هيدا الموضوع غير وارد بالنسبة لنا، غير وارد بتاتا. تعرفي مسقبل اليوم ذكرى، صح، شغله كثير مهمه، نعم، انه الكل فكروا انه قطعوا لنا راسنا وقتها سجنوا الدكتور جعفر. هلا هذا كنت تركيز على ثاني محور، ما حدا بيتخيل انه نحن اليوم اكبر كتله بالمجلس النيابي. بدي اقول لهم تعاطيهم مع التسويات هو وليد اللحظه
يلي عم بيجربوا يقتنصوها تيجربوا يقولوا للشعب اللبناني راحت عليك لحي. وهيدا فحوى الكلام يلي نقال نبكركي. نعم. هو مش كلام سياسي، هو فحواه وكأنه تهديد. نحن بدنا نقول بس ليش شفتوا تهديد؟ يعني لا. هو عم بيقول لكم انه المنطقه جايه على تسويه، انتبهوا يعني انه فوتوا بالتبهين، فوتوا بالتسويه والا بتظهروا لبرا. كيف تبهين. ليه قرأتها تهديد؟ من تبهين. ليه؟ لانه لما بتقولي لحدا انه ما تكونوا براتها، مش هيك. مش هيدا المطلوب اذا انه بكون جوات تسويه او براتها. المطلوب حيلا شيء بده يصير بالتسويه يناسب لبنان او لا يناسبه، من هون باخذ قراري ومن هون بعتبر اني حر. حر حر حر. وحريتي بتنبع من مصلحة أهلي، من ولا محل تاني. وهلأ بنشوف بمضمون الأحاديث كلها اللي صارت وبمسار هالفريق التاريخي كيف الحرية هي مسألة هامشية ما لها علاقة بحقيقة المواطن اللبناني وبعيشه. ترجع للموضوع، التسوية واضحة، تطبيق القرارات الدولية هيدا اللي بدنا إياه. إن شاء الله تمشي التسوية. نحن بدنا نقول لهم إذا متكلين على التسوية الله يوفقكم، ونحن بدنا هاي التسوية تمشي وتطبق القرارات الدولية. والتسوية بتقول لا يجب أن يكون هناك مجموعات مسلحة تنتهك سيادة الدول كمان. طيب الله يوفق هاي التسوية وتوصل على نهايتها. إذا كانت هذه التسوية اللي عم تحكي عنها حضرتك هلأ وبدك إياها تطبق، إذا قادت إلى انتخاب سلمان فرنجية لرئيس الجمهورية، لرئاسة الجمهورية، شو بتعملوا؟ لن تقود. هالقد مأكد؟ لن تقود. وساعتها مبروك لقلن عليه. ما عم بحكيكي عن لبنان اللي عم بنعيشه. عم بنعيش لبنان حدا بيطلع قرار قضائي فيه ما بينلقط، وحدا إذا شافوه عمل مخالفة على الطريق بيخربوا له بيته. هيدا اللبنان ما بقى بدنا إياه. وما في موقع رمادي، في يا أسود يا أبيض. طيب. يا دولة يا إما لا دولة. إذا قدروا يوصلوا لهونيك وما رح يقدروا بدنا نبارك لهم بهيدا اللبنان. طيب بدي شوي انتقل لكلام رئيس تيار المرضى سليمان فرنجي من بكركي يلي هو دعا القوى المسيحية المعارضة له إلى الحوار. صحيح. وقالكم تحدث عن التسوية أنه انتبهوا من هذه التسوية ما تكونوا براتة. قرأ البعض في كلامه عودة للتسعين 89-90 لما خرج المسيحيين من التسوية وبعد التسعين وكان هو داخلها. في البعض استفز من هذا الكلام. أنا بدي أعرف شو موقفكم من هذا الكلام. لا أنا اللي بدي أقوله بسيط. أول شيء شو ما كان التسوية، النصيحة أن نكون في التسوية أو لا نكون، مش هون جوهر المسألة. كان الأحرى بالمدى السياسي أنه ينقال فلننظر سوية إذا التسوية كانت لمصلحة لبنان وستحقق إعادة بناء الدولة وحل المسائل وحل مشاكل الفساد أو لا. هلأ تذكير بالتسعين شو بيدل؟ بيدل أكثر اللبنانيين على أنه إذا التسوية هي ضد مصلحة لبنان ما لازم يمشوا فيها. لأنه شو صار؟ شو صار وقتها؟ ما بين هاي التسوية شو عملت. تحت سلطة الوصاية في ناس حجم السياسي ما بيتخطى نائب، تضخم هذا الحجم وصار مجموعة نواب ومجموعة وزراء ومجموعة حضور سياسي. بينما لما صار في ديمقراطية بحد الأدنى، وأنا بعد بعتبر أنه لبنان بسودو ديمقراطية بعد منه ديمقراطية حقيقية، لأنه ما بيقدر يكون عندك ديمقراطية حقيقية إذا ما عندك دولة القانون وما عندك السيادة. بعد ما صار لبنان دولة بالمعنى الفعلي، بس تطلعي لي على الأحجام السياسية يلي كانت مستقوية بالسوري وين صارت، وعن الناس يلي كانوا عم بيضطهدوها سلطة الوصاية، عم تضطهدها سلطة الوصاية السورية وين صارت وشو قدرتها السياسية. نعم. مشان هيك أنا برأيي هيدي نصيحة ما بتنعطى. أنا بدي أعطي نصيحة. النصيحة اللي بدي أعطيها هي التالية. كل إنسان بده ينصح غيره أو بده يقوم بخطوة معينة بده يقيس قدرته. نعم. وانطلاقا من قدرته يقدر
شو بيقدر يعمل، لأنه إذا قدرته وصلته بيقدر يحقق اللي بده إياه. طب ما هو عم بيقول بس إذا قدرته إذا قدرت غيره وصلته ما بيقدر يحقق بس البدوية. ما هو قوته لسليمان فرنجية مثل ما هو عم بيقول أنه مدعوم من حليفين لهم تمثيل قوي بالبلد ولهم قوة موجودة، وهو عم بيقول أنه التزم بالإصلاحات بصندوق النقد بالاستراتيجية الدفاعية. هو يقول أنه يستطيع أن يعالج مسألة الاستراتيجية الدفاعية بصفته وبحسن علاقته مع حزب الله بشكل لا يستطيع أي رئيس آخر أن يعالجه، كما أنه صحيح مسألة اللاجئين السوريين لأنه قريب من الرئيس السوري يمكن أن يلعب دور أكثر من أي رئيس ثاني. يعني هو عم يعني يقول ما بعرف قد ايه بدنا نتناول السياسة باستخفاف. هذا استخفاف في المجال السياسي. أول شيء هون بدي أرجع أركز على كلام قاله سماحة السيد حسن نصر الله، وأنا برجع طول لكلام سماحة السيد لأنه هون جوهر المسألة. مش ولا محل تاني. لما بقول يلي قوته منه فيه هو بيقرر، كل يلي بيدوروا بفلك حزب الله ما بيقرروا، بيقرر حزب الله عنهم ولقلهم. بس سماحة السيد حسن نصر الله بيقول بأحدى مقابلاته أنه عندي عينتين، الجنرال ميشيل عون عين طيب والرئيس وسليمان بيك فرنجية عين. طيب ما جاب عين من هالعينتين وقالت أنه بدها تحكي باستراتيجية الدفاعية وقالت أنه بدها تعمل إصلاح وقالت كل هيدا، إذا هول القوى يلي هن الثنائي الشيعي المعتمد عليهم وصلوا هالعين وما قدرت تعمل يلي عملته، لا في فرق. شو اللي بده يتغير بالعين التانية؟ هل حضرتك عم تقول انه شو رح يتغير سليمان فرنجية عن ميشيل عون على اعتبار انه اثنيناتهم حلفاء حزب الله واثنيناتهم اجوا بنفس العناوين؟ انا عم لك في فرق كثير بيناتهم. الفرق اول شيء انه بغض النظر طبعا الرئيس ميشيل عون هو عنده قاعده شعبيه مسيحيه لا يملكها الوزير سليمان فرنجية، بس يوم في مفتاح اساسي بالدوله هو الرئيس نبيه بري. الرئيس نبيه بري اليوم قال لميشيل عون ما رح خليك تحكم، بينما الرئيس نبيه بري اليوم هو من مصلحته ان يسهل حكم سليمان فرنجية. برايك انا عم لك شو الفوارق برأيك يعني بين الرئيس نبيه بري، دولة الرئيس نبيه بري قال هيك وحزب الله وقف عاجز؟ انا بدي روح ابعد من هيك. ليش بالمسائل الاستراتيجيه حدا بفريق الممانعه عنده اي قرار برات قرار حزب الله؟ أنا بعتبر يلي بيتناول المسائل السياسية من هيدا الباب بيكون غلطان كتير وبيكون ما عنده قراءة دقيقة للواقع. هلأ إذا بتقليلي عم بيقول هيك لأنه هالفريق اليوم مستعد رح قلك لشو مستعد هيدا الفريق. طيب ما هيدا الفريق وانه نحن جايين على فتره مختلفه، يعني كل المنطقه مختلفه، وبالتالي صحيح. اليوم في استعداد عند حزب الله ان يحاور وان يناقش. صحيح هو يناقش، يريد ان يناقش ان السلاح هو في خدمه السلاح. خليني كفي هيك بشكل كتير بسيط التفكير بالموضوع. انا لما بتطلع طيب خمس سنين ست سنين عشر سنين هذا الفريق هو القابض على الحكم وهو المسير المسائل بالاتجاه يلي بيشوفه مناسب. حدا بيقدر يخبرني كيف حكم؟ حدا بيقدر يخبرني كيف بيعرف يحكم بنظام؟ يعطوني عرفوا تعاطوا مع سعر الصرف، عرفوا تعاطوا مع صندوق النقد الدولي، لا يقولوا لي أكثر من هيك. هذا الفريق الذي هو موجود في السلطة وبشكل كامل بإدارته للحكم شو عرف دار؟ هيدا الفريق ما بيعرف يحكم وما رح يقدر يحكم. وإذا لأي سبب من الأسباب 1% هيك إجا على رأس اللبنانيين إنه خلينا نشوف هيك بشكل رمادي شو بده يصير، رح نروح إلى أشنع مما نحن فيه.
ليه هالقد متطرفين؟ ليه هالقد متطرفين بهذا الموقف؟ يعني حتى هو سليمان فرنجية يعني مثل انه بتشعر بانه عم بيحكي بحسرة عن تطرف القوى المسيحية ضده، وكأنه هو ليس مش مسيحيا، مش ضده يعني، وكأنه هو لا بدي اياك توضح هذا الموضوع، لا سيما وانه هو عم بيقول لكم انه ما تكونوا مثل داعش، ما تكونوا اقصائيين. هو مش انا قلتها، هو بن منبر بكركي قال انه ما تكونوا مثل داعش، انه ما تكونوا اقصائيين هيك. لا هو قعد هو كان واحد من الاشخاص اللي قعدوا اربع زعماء مسيحيين قعدوا على طاوله بكركي من كم سنه، وهو يعني زعيم مسيحي انتم اعترفتوا فيه لما اجيتوا قعدتوا معه، انه اليوم هذا الاقصاء، يعني هو عم بيقول لكم ما تكونوا مثل داعش، ما تكونوا هالقد اقصائيين. وقال أكثر من هيك، أنا بتعرفي شو بدي أقول؟ مثل ما اليوم عم بيجرب يلطف المسألة مع المملكة العربية السعودية، وقبل هو قايل بشكل واضح أخذ موقف من حرب اليمن، وقايل بيدعم المقاومة بكل هالتدخلات وين ما كان، يعني أوقات لأنه إنسان صادق اللي بقلبه على راس لسانه، ممكن لأنه بلحظة هيك حاسس فيها بأنه الموضوع كتير صعب شبه المسيحيين لداعش، بس ما شبه، قال ما تكونوا مثل داعش. ايه قال ما تكونوا مثل داعش، هيدا وجه سلبي للتشبيه. يعني انتم مثل داعش ما تكونوا مثل داعش، بس حتى ما بدي اوقف عند هيدا التعبير الكلامي، يعني وما بدي اعطيه البعد يلي ما بيقدر ياخده. انا بدي اقول له لا، جرب شوف وجهة النظر لمرة. وهون بدي قلك ليش عندي احترام لإله، في ناس بيواربوا برأيهم، في ناس بيجربوا يلبسوا الأمور، بتكون الأمور عندها مصلحة بيجربوا يلبسوها طابع جوهري ببعض الأفرقاء السياسيين تما يبين أنه عندهم مصلحة. لا سليمان باك منشان هيك موقفنا منه واضح، سليمان باك واضح وصادق، يعني هو بصلب محور المقاومة، وإذا المقاومة اليوم قررت تعمل حرب بيدعم حربها، إذا المقاومة قررت تقول اليوم بعد ما أجى الوقت لندرس الاستراتيجية الدفاعية كمان بيقولها. شو مش أول مرة المقاومة تعمل هيك؟ ليش بطاولة حوار بعبدة شو قعدوا كل الناس؟ ما قعدوا لا ثلاث زعماء ولا أربع زعماء، قعدوا كل اللبنانيين، وآخر شيء يعني راح الليل وطلع النهار علينا بعبدة. ايه صحيح 100% وراح كل شيء. مشان هيك لا يمكن ان يبنى على ذلك، ولانه شخص صادق ويلي قالوا من انه هو جزء من محور الممانعة وجزء من سياسة حزب الله بشكل كتير كبير، انا بفهمه بحترمه انه هو على طول بيحكي عن الخط الوطني. الخط الوطني مساقب هو عكس خط المجمل في اللبنانيين، دفعوا ثمنه أهلنا بطرابلس، دفعوا ثمنه كل أهلنا بلبنان أيام سلطة الوصاية وأيام الاحتلال السوري، ودفعوا ثمنه كل الناس من بعد هيدي المرحلة. خطه الوطني كل اللبنانيين، وقال لك كانوا بالانتخابات قالوا له خطك الوطني بدنا نعطيها الأد، بيّن الشعب اللبناني شو عطى هيدا الخط الوطني بالمجتمع يلي هو فيه. شو عندكم بديل؟ لأنه صادق. شو عندكم بديل؟ معلش. لأنه صادق نحن صادقين معه. أوكي. شو عندكم بديل؟ عنده الثنائي اليوم داعمينه، وهو يقول إنه عنده بين 15 و20 نائب مسيحي. وفي الفريق السني حتى الساعة يعني ما بنعرف، منشوف شو بده يصير مع الأيام. والمشكلة مش إذا نحن عنا بديل، بس أنتوا شو عندكم بديل؟ يعني أستاذ أنطوان كمان بدي أقول أنه اليوم في كلام عن أنه حتى وليد جنبلاط اليوم بكلامه للوريان لجور بيقول لن أقوم بعد الآن بترشيح أحد، لأنني في كل مرة أفعل ذلك أواجه معارضة من حلفائي بما في ذلك القوات اللبنانية وكذلك من الجهة المقابلة. يعني حتى هو عم بيقول أنه ما عندكم خطة هيدا الا على معارضه سليمان فرنجي. هيك بيكون اللقاء. لا ابدا مش صحيح هيدا الحكي. اول شيء عندنا خطه، يعني ضلهم يعطلوا بالمجلس ويمغمغوا الامور لتمخضت معهم، ولاخر شيء هيك بينوا بشكل واضح مين بدهم،
نحن من الأول عنا مرشح ومنفتحين مع هالمرشح وبموافقته على أنه حيلا حدا بيجتمع عليه عدد أكبر من النواب لنذهب باتجاهه. يلي بيمنع هالدينامية أنه تمشي هو تعطيل الثنائي والتيار الوطني الحر والتيار كمان؟ ليه؟ عيطتلهم كيف يعني؟ عيطتلهم بالاسم أنه عم بيطلعوا بعد أول دورة تصويت. أكيد تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية بعد كل أول دورة اقتراع، هذا الفريق كان يقوم بهذا التعطيل. لما هو هذا الفريق يا أستاذ أنطوان صار له من قبل انتهاء عهد الرئيس ميشيل عون عم يعمل محاولات باتجاه القوات اللبنانية ليحكم معكم وأنتم ما بدكم. لا لا كيف لا؟ خليني أقول شغلة صغيرة. أول شيء تتعملي محاولات ما بتعطلي، يلي عن جد بده يعمل محاولات. هو بده يعمل محاولات لتتفقوا على اسم. ليش هي الديمقراطية؟ لحتى هلا العالم استاذ أنطوان. لا جوزيفين يعني أنا بدي هلا بدكم تنزلوا تتفقوا على مجلس النواب إنه قصدك ما بتعملوا حوار أول شيء قبل ما تروحوا على مجلس النواب؟ في خط في 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 لخبطة بالمفاهيم غير عادي. إذا الناس متفقة ما بتعوز تنتخب اساسا. شو عملتوا لكان بال 2016؟ ما بتعوز تنتخب بس شو عملتوا بال 2016 يا استاذ أنطوان؟ رحتوا اتفقتوا بمعراب ونزلتوا على مجلس النواب. بدنا نكرر التشجيع. بقول لك شو عملنا. المرشح الاساسي يلي كان بده اياه الحزب انذاك وقف وهلا رجع بين. واللي عملناه بما انه ايه في فريق من حلفائنا خلص راح وراح باتجاه مرشح من 8 أذار، حتى بهيدا العمل السياسي في منطق بيقول في حدا عنده الكتلة الأكبر. نعم. في حدا عنده تمثيل شعبي. رحت. في حدا اتفق معنا على استراتيجية دفاعية وعلى بناء الدولة كنا منتمنى له النجاح. أوكي. ما طلع قدر يعمل هيك، ما بنتمنى هالشيء لغيره. بس انا هيدا الموضوع، بس هيدا بموضوع انت عم تدعي هلا نواب التيار لحتى يتفقوا معكم على شو يعني؟ عم تقول عيطت لهم هن عم بيقولوا انه هن بدهم حوار هن وياكم، وبالعكس عم بيقولوا انه اذا اجتمع الثنائي المسيحي اليوم على اسم هذا الموضوع هو الوحيد اليوم الذي يحبط محاولات حزب الله بفرض سليمان فرنجي مثل ما بتعتبروا انتم انه عم يفرض سليمان فرنجي. هيدا المحاوله الوحيده. اول شيء بدي اقول شغلتين. نعم. هلا برجع بجاوب على مساله التيار، وانما بدي احكي عن ليش نحن مش نحن اللي عم بنعطل. ليك شو اللي عم بيعطل جوزيفين؟ اللي عم بيعطل انه حزب الله ما عنده اسم لاي مرشح الا سليمان فرنجي، وبالتالي هون الكل علقانين. لو حزب الله عنده أي إمكانية أو هو هيك بالمطلق بيقدر يخلي حدا تاني أو عنده بالحد الأدنى ثقة إنه هالحدا التاني إذا إجا بيقدر يخليه يحكم. نعم. كانت المشكلة بتنحل. بس اليوم المشكلة مأزومة لأنه الأفق مسدود عند حزب الله تحديدا، لأنه حزب الله منه قادر يروح باتجاه أي رئيس غير سليمان بيك فرنجيه. طيب. ومنه قادر بزركته كلها سوا يركن الا لحدا بيعرف انه هالقد ما بيقدر يغير باستراتيجيته الكبيره. طيب. ولا نقطه. نعيم قاسم قال من يومين، الشيخ نعيم قاسم قال من يومين أنه لا حل لرئاسة الجمهورية إلا بالحوار، وعلينا أن نكون دائما بحالة استعداد. إذا بدك بقرأ لك إياها حرفيا. أنا بدعي للحوار. شو أنت عم تدعي للحوار مع حزب الله؟ أنا بدعي للحوار. أنتم مستعدين كقوات لبنانية تتحاوروا مع حزب الله؟ أقول لك كيف. وين؟ تحت قبة البرلمان. لما بيفتحوا دورات متتالية أنا بدعي أنه والشورى هي من الطرق الديمقراطية، والشورى بالنظام الديمقراطي بتتم بقلب المجلس، يفتحوا دورات متتالية. إذا مرق 12-13 دورة ولا برا بعضهم بدون تعطيل وبدون ما ينوصل لرئيس. نعم. بعدين يجي يطرح علينا الحوار. أوكي. مثل ما عم بيقول أستاذ أنطوان، حضرتك عم تقول أنه يعني عملوا دورات
وانه ما تعطلوا جلسات انتخاب رئيس الجمهوريه، صح؟ وانه انت عيطت لهم لنواب التيار الوطني الحر وقلت لهم وغير نواب وغير نواب. طيب عال، انا بدي افترض اليوم نزلنا على مجلس النواب، خلصت اول دوره، ما مش الحال، ما انتخبتوا رئيس ب 86 صوت. ثاني دوره سليمان فرنجيه عنده 65 صوت، بتضلوا جوزيفين تحتكموا للحياه الديمقراطيه؟ جوزيفين بقدر اقول لك شيء، لو عندهم اياها راحوا عليها من زمان. ما حضرتك ببداية الحلقة عم بتقلي إذا عندهم إياها أنا ما بنزل على مجلس النواب، أي حياة ديمقراطية عم بتقلي؟ كمان رح أقلك أي حياة ديمقراطية. لما ست أشهر بيعطل المجلس النيابي تيكون شاف مين بيقدر يأمن له مصلحته نايب من هون، ومين بيقدر يضغط عليه نايب من هونيك، تيعمل هيدا الإجماع يلي هو فيك مزيف يلي عم بيصير أو بالترهيب أو بالترغيب، ساعتها لا ما رح ألعب لعبته. وبعدني عم بقله لما بدك إذا مآمن بالديمقراطية، ومن هون خوفي الأكبر، يعني من تجربة طاولة بعبدة لا تجربة خمس ست أشهر عم بيعطلوا المجلس النيابي، عينك بنت عينك. ليش ما بتروح انت والتيار الوطني الحر بتعملوا حوار وبتطرحوا مجموعة اسماء ممكن تتفقوا عليها، وبتقولوا انه هذا الرئيس المارون اليوم نحن كثنائية او مع الكتائب حتى، يعني ليه لا؟ رح اقول لك شو مطلوب، شو مطلوب من زميلي رئيس التيار الوطني الحر الاستاذ جبران باسيل تالامور تاخذ محلها الحقيقي. شو عنا اشكاليه شخصيه معه على المستوى الشخصي ما بعرفه. امبارح صار شغله ما بتصير. شو هي؟ انه من جنوب لبنان لا الحكومه معها خبر، لا البرلمان اللبناني معه خبر، لا مؤسسات الامنيه الشرعيه معها خبر. قصدك الصواريخ؟ ايه الصواريخ. فطلع الوزير جبران باسيل وقال، قال نرفض أن يكون تكون الأرض اللبنانية هي منطلق لسلاح غير سلاح لبناني. لا بلا، قال غير سلاح لبناني الجيش والمقاومة. رجعي رجعي. طيب أنا قريتها بعتقد ما قال هيك، قال السلاح اللبناني. فأذن تحول هيدا الوجهين، بس أنه قال السلاح اللبناني. أي فأذن خليني روح أبعد، خليني أتأكد يعني حتى ما كن عم مطلوب منه رأي واضح. ماذا يعني بناء الدولة؟ مش يبقى بموقف رمادي، بس يطلع ويقول بمواصفات الرئيس شو بتعني السيادة بالنسبة له، لأنه مشكلتنا معه منا شخصية، وبس يحدد السيادة بأنه ليس هناك سيادة موجودة في لبنان إذا تم أخذ قرار استراتيجي خارج الحرب للحرب والسلم خارج المؤسسات اللبنانية. نعم. وإذا كان هناك سلاح خارج سلاح الجيش اللبناني هذا ما تعنيه السيادة، بصير من أبسط المسائل أنه نحكي. وإلا ليش عم نضيع وقتنا؟ يعني اليوم مطلوب من جبران باسيل يطلع يحدد موقف من حزب الله وسلاح حزب الله. السيادة لأنه يعني سلاح حزب الله، السيادة اللبنانية لا ينتهكها فقط يعني سلاح حزب الله. شو ينتهكها؟ عندك سلاح المخيمات، عندك كثير محلات سلاح عصابات متفلت، بس هودي بس تاخذ القرار السياسي فيهم بصيروا كثير بسيطين. بس ايه بده ياخذ موقف واضح وصريح من السياده. وبدك الحقيقه، برايي ما بيقدروا. ليه؟ ايه ليه؟ ما بيقدروا. بس ليه؟ لانه بعد لحديت هلا ورغم كل اللي صار اللي مبين، ذكرني بشغله قالها سليمان بيك. بيقول انه المسيحيين ما يكونوا لبعد المدفون. نعم. انه يطلعوا بعد المدفون. ايه انه مش قبل المدفون. مع انه كمان غريبه انه جبران باسيل من البترون وسمير جعجع من بشرت. ايه. كلكم بعد البترون، يعني ايه. كلكم صحيح. بعد المدفون. ايه. صحيح. بس هو بالمعنى السياسي عم يحكي. صحيح. بس انا كمان بالمعنى السياسي بدي احكي. تذكرت 6 ايار 2019 لما صار تكريم من قبل حزب الله ل الأستاذ جبران باسيل، بيقوم هجوم صاعق عن التيار المردة على حزب الله بالسوشيال ميديا، وبتاخد وقت ليقدروا يطفوا، وبيصير الصراع من المحض أكثر عند حزب الله. أنا مشكلتي بدي جيب رئيس جمهورية
همه الأساسي مين محظى أكثر عند حزب الله. ما أنا شايف أنه واحدة من إشكاليات إدارة الدولة هو الطريقة يلي فريق الممانعة دار فيها الدولة ووصلنا فيها لهون. أنا سمعتك بهذا الموضوع بس أنا طموحاتي أقصى طموحاتي نبش أو يكون أنا جاي أحسم خلاف على مين، بس يصير موقف زميلي جبران باسيل بالسيادة واضح ما بيحتمل الالتباس، بتروح تحكي معه ما بيحتمل الالتباس قبل ما يخلص الوقت. بصير في شيء مبدأ ما جاوبتني على توحيد قوى المعارضة، ما جاوبتني على كلام وليد جملات اللي عم بيقلكن انه حتى هو ما بقى قادر يطرح عليكم شيء. بدي أقول أول شيء أنا بعتبره غنى، يعني هون عندك فريق مش قبل الانتخابات بتعيطي لزعيمين وبتجبريهم يكونوا سوا. لا بس انتوا بدكم تكتيك سياسي استاذ انطوان، مش بس غنى انه يكون عندكم من 10 مرشحين، في بس رئيس جمهوريه واحد. حكما هناك اختلاف في التكتيك السياسي ولكن هناك توافق على جوهر المسائل، وهذا هالشيء بتحكمه الديناميه السياسيه. اوكي بس في رئيس السياسية جمهورية واحد، الديناميه السياسيه بدكم تتفقوا عليه، في حدا عنده مواصفات انه مش انه ديناميه وغنى اليوم اكثر حدا بيحمل هالمواصفات مطروح وعنده اكبر عدد ممكن الاصوات هو زميلي الاستاذ ميشيل معوض. طيب بس وزميلي الاستاذ ميشيل معوض منه غاوي سلطه، اذا هو بيعرف انه قادرين نروح باتجاه لا يكون في اسم في عليه اجماع اكبر هو لا يعترض. طيب لحد الساعه مش قادرين، لحد الساعه ما في اسم، في تواصل وفي كلام وعم بينطرى عده اسماء. امبارح النائب ميشيل دويهي قال انه صلاح حنين عم ينطرح اسم طرحوا اسم صلاح حنين التغييريين. بدك الحقيقه بعد ما حدا حكينا بالمباشر في، بس قد يكون من الأسماء التي يمكن وكمان وليد بيك كان من الأسماء التي طرحها، وبالتالي لا العملية منا مستحيلة. مشان هيك خليني أقول إذا بدي أرسم المسار السياسي، المسار السياسي واضح، فريق الممانعة مأزوم لأنه منه قادر يوثق بحدا إلا بسليمان بيك فرنجية، أزمته أنه ما عنده بديل لإله منشان هيك طارحه وشايف أنه ما في إمكانية لإيصاله. نحن في عنق الزجاجة. طيب. عطلوا المجلس النيابي 5-6 أشهر بانتخابات الرئيس حتى يكونوا دبروا أمورهم. اعتبروا بشكل من الأشكال وبمنطق غيبة أنه التسوية قد توصل إلى هناك، وبدون ما اكون عم بحكم كمان ما بده يكون عندي منطق غيبي، ولكن هذا حد فاصل. اذا كانوا يريدون انهم يبنوا جمهوريه او يكفوا بالجمهوريه يلي وصلنا فيها للموت يلي نحن فيه، يتفضلوا يبنوا جمهوريتهم تنعرف شو بدنا نعمل. بعد عندي اقل من 5 دقائق، شو طالع يقول الدكتور سمير جعجع يوم الاحد على الجديد مع زميلنا جورج صليبي؟ طالع يأكد على موقف القوات، طالع يقول انه في تغيرات ولا ما في، شو طالع يقول؟ شو الرسالة الذي يريد ان يوجهها قبل ايام من انعقاد اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان؟ انا بتصور طالع وقبل كلام مفترض انه يقوله ايضا رئيس تيار للمرضى سليمان فرنجية عبر الجديد. انا برأيي طالع يوصل الرسالة الواضحة يلي كلنا كقوتيين بنوصلها، يلي اخر مواطن انتخبنا عم بيقلنا اوعى الترقيع بموتنا. خايفين شيء من حل فعلي؟ خايفين شيء من جبران باسيل؟ لانه اليوم في كلام انه القوات خايفين حذرين من موقف جبران باسيل، لانه اذا اليوم اعطى غطاء لسليمان فرنجية ممكن يروحوا ينتخبوا سليمان فرنجية. الله يوفق. طيب في حال صار هذا الموضوع بعد عندكم الرقم المعطل ل 86 للجلسه الامور باوانه. طيب اليوم في كلام عن كمال ابو سليمان الوزير السابق انه هو مرشح اسمه لحكميه مصرف لبنان. اولا بدي اعرف رايكم، هل انتم مع تعيين حكم مصرف لبنان بظل فراغ رئاسي اذا استمر الفراغ؟ لانه في كلام عن انه يمكن بحزيران في حراك رئاسي معين، مع تعيين حكم مصرف لبنان؟ نحن مع انه يصير انتخاب رئيس الجمهوريه. أوكي. باسرع وقت في حال ما صار قبل كل هذا، واذا وصلنا لتموز اذا وصلنا لتموز في استمراريه المرفق العام
في إلى سبلها القانونية يلي من المفترض أنه قانون النقد والتسليف بيقول أنه النائب الأول لحاكم مصر لبنان هو الذي يتولي، هو وسيم منصوري. أنتم مع أن يتولى وسيم منصوري الحاكمية؟ نحن حيلا وسيلة قانونية بتأمن الاستمرارية حتى لو كان ذلك النائب الأول لحاكم مصر لبنان اللي هو من الطائفة الشيعية وسيم منصوري. يعني المسألة واقفة عند من الطائفة الشيعية أنا عم بسألك لا أو من غير طائفة. المسألة واقفة عند إذا الشخص قادر يحل المشكلة أو لا. أوكي، بس قانون النقد والتسليف بيقول هيك، أنتم مع تطبيق القانون وأن يتسلم وسام منصور؟ نحن مع تطبيق القانون. يعني أنتم مش مع تعيين حاكم مصرف لبنان، مع أن يتولى النائب العام؟ نحن مع تطبيق القانون. كما يجب أن يتم إذا كان يعني تتوصل الأمور لتنكون عم نبلش نبني دولة بالمعنى الفعلي. أوكي، بس قصدي أنتم مع تعيين حاكم مصرف لبنان جديد بظل فراغ رئاسي ولا لا؟ أن يتولى النائب الأول. نحن مع استمرار القانون. مسألة حاكم مع تطبيق القانون. شو يعني تطبيق القانون؟ بيقول لك أن تعيين حاكم مصرف لبنان، أن تعيين هذه الحكومة حاكم مصرف لبنان. يجي النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وليقوم بمسؤولياته. نعم. على كل إن الله يساعده يلي بده يجي حاكم لمصرف لبنان. طب ماذا عن كميل أبو سليمان؟ هل كميل أبو سليمان فعلا مطروح اليوم؟ هو كان وزير محسوب على الوقت مقرب من القوات. لأنه سمعت كثير كلام، حدا بيقول أنه مقايدة القوات عطيوها حاكمية مصرف لبنان مقابل انتخاب سليمان الفرنجية والدخول بلعبة المحاصصة بالبلد. هذه المسألة مرفوضة، يعني منا موجودة جملة وتفصيلا. أول شيء علاجنا من ملفاتنا حتى اللي عم بيطرحوه البعض على لسان الدول الغربية أنه فليكن هناك علاج لملف الرئاسة مقابل رئاسة الوزراء، كمان هيدا مرفوض بالنسبة لنا. مش بس هيك، في باكج عام، في كلام فرنسي عن انه راحوا لعندكم قالوا لكم تعوا تفضلوا خذوا الحاكم، شوفوا بدكم قائد الجيش، حاكم مصرف لبنان، المدراء العامين، يعني الى اخره. وكانه عم بيقولوا لكم تعوا شاركوا في هذه السلطة. ما بدنا، لانه مش هيك بتنبنى سلطة. هن جربوا من وقت يلي انعمل المؤتمر بقصر الصنوبر وقبله وقت اللي اجى ماكرون، للحقيقه كل الاشياء اللي حطوها بالمجال السياسي العام للاسف هن كدوله غربيه السياسه يلي حطوها وقعت تحت اقدام فريق الممانعه نقطه ورا نقطه، وبالتالي هن شافوا انه هيدا الموضوع هيدا الطريقه ببناء السلطه ما بتوصل لمحل. كل ملف هو مفصول تماما عن الاخر ولا يجب ربط هذه الملفات ببعضها. وموضوع حاكمية مصرف لبنان الأستاذ كميل أبو سليمان هو موضوع لم يطرح علينا لنعطي أي رأي فيه. من طرح عليك؟ أبدا. ولا أعطيت رأيكم أنه إيه أو أبداً. لا أبدا أبدا. وليش عم ينحكى باسمه؟ على أي أساس؟ باسم مين؟ بالكواليس يعني. بيقدر ينحكى باسمه كمان، بك تسألي لإله، بك تسألي اللي عم بيحكوا باسمه. قد يكون أوقات سوء الإدارة لهالفريق يلي خليهم يوصلوا يوصلوا كل لبنان لهالدرك تعيس من الحياة أنهم يجربوا ينبشوا على كفاءات قدرة تحل المشكلة على المستوى التقني. أنا بعرف ليش بدك تلبشي عندهم لتشوفي كيف. طب في حال انطرح عليكم كميل ابو سليمان الاشخاص الكفؤين. نعم، يعني في حال انطرح عليكم اسم كميل ابو سليمان للحاكميه بتقبلوا؟ انا مش هيدا اللي قلته. اذا انطرح هكذا حديث يجب ان يتم الكلام اولا مع الاستاذ كميل ابو سليمان لكي يتم الاطلاع على رؤيته وبرنامجه بهذا الاتجاه ونقاش هذه المساله في التكتل للخروج بقرار. نعم. شكرا لك. انا بدي اشكرك اهلا وسهلا. بدي ارجع عيد اهلنا واقول لهم ان شاء الله بالعيد اللي جاي بيكون عندنا سياده وعندنا دوله واقفه على اجريها. هيدا الشيء بيتطلب منكم انكم ما تساوموا. مشان هيك بدكم تتحملوا كل وجع حتى ما نرجع نمدد لهالوجع 6 سنين تانية. نعم، وانتم مستعدين تمددوا الفراغ يعني؟ لحظة،
إذا كان الفريق هيدي يعني هلأ فتحت لي نافذة صغيرة قبل ما نختم، يعني إذا كان الفريق الآخر يلي هلأ بلش يسرب بالصحف أنه ولو كان لل 2025 ما في رئيس جمهورية، نحن ما عندنا مشكلة، نحن بدنا سليمان فرنجية، أنتم مستعدين أنه تجاروا هذا الفريق بالفراغ إلى هذا الحد؟ رح أقول لك، رح أوصف الموضوع لأنه فتحت بدقيقة بدقيقة. الفراغ هو أو أنه يستمر هذا الفريق في السلطة هو الكونسير يلي عم بيقولوا لي بعد شهرين أو ثلاثة رح يوصلك للموت، بينما أنه يبقى في أمل بأنه نجيب رئيس يقدر يعملنا عملية لاستئصال هالمشاكل اللي فينا هو أمل. أريد أن أتشبث بالأمل وأن لا أجعل استمرار المرض حالة عادية بتوصلني لموت حتمي. أوكي. شكراً. شكراً لك. هلأ هذه كمان تفتح نقاش إنه أنت عم تشبه الفريق الآخر بالمرض، لا. أنت بدك تتعايش معه. لا أول أنا يعني ما تاخذ التشبيه بمعنى الحرفي. لا أنا عم بسألك. عم بأخذ الحالة. حددت الحالة. استمرار السلطة على ما هي عليه هو مرض. نعم. وما حدا يزعل مني، وضحت مرضنا كلنا. يعني لا عم نقدر نفوت على مستشفى، لا عم نقدر نجيب دواء لاولادنا، لا الناس عم تقدر تاكل ابدا، وهيدا موضوع بيستحق جلسه لحاله. وبالتالي نحن ما رح نسمح بانه يستمر مرض السلطه اللبنانيه. نعم. بس انتوا عارفين انه انتوا عليكم ان تتعايشوا مع هذه القوى اللي هي ايضا لبنانيه. مش هيك عم بنقول لهي القوى، ما هي وصلت للمرض مثلنا، ليش هي بمعزل عن المرض؟ جوزيفين كمان ما بدي ارجع افتح، ليش انا اللي بيدقوا على مكتبي هن الناس يلي انا بعرفهم بس او من فريق السياسي عم يبكوا مش قادرين يفوتوا على المستشفى؟ معليش ما بقى حدا يخبرنا. ليش المتمولين اللي بافريقيا وديعهم ما راحت بالبنوك يعطون وديعهم؟ ليش بدي خبرك جوزيفين النسبة الأكبر من موظفي الدولة من مين؟ صار معاشهم 30 دولار منو وصل لهم المرض؟ لا، لما عم بقول المرض حتى خصمي بالسياسة وصل لهيدا المرض، سوء إدارته وعدم معرفته بإدارة الدولة وتعنته بالسياسة وتفرده بالقرار الاستراتيجي، كل هاي المسائل وصلتنا لهون. مشان هيك أنا ما عم بوصف الأشخاص والأفرقاء بالمرض، عم بقول هذه الممارسة في السلطة هي مرض لن نرضى بأن نجدد لها لأن الموت حتمي. إذا كان هناك من أمل ولو ضئيل بأنه نقدر نغير هذه الممارسة بالسلطة سنتمسك بالأمل. ودي أقول لك أكثر من هيك، ولو كان ثمنه استمرار الفراغ. لك أنا أكثر من هيك. نعم. أنا مش بس عندي أمل، عندي رجاء. ما رح نسمح بأنه لبنان يموت ونكون شاهدين على موته، وإلا خلينا نشوف كيف بدنا نعالج كل هالطريقة بالتعاطي اللي ما بقى محمولة. وبقدر أعطيك 100 مثل حصي على الموضوع. هلا خلص الوقت، طبعا النقاشات مستمرة بهذا المطرح، ويعني لقاءاتنا متجددة دائما. أنا بشكرك وبشكر المشاهدين. شكرا لك، وبدنا نعايد المشاهدين مرة جديدة على أمل يعني أن تكون الأيام المقبلة أفضل بكثير. مجددا أهلا وسهلا فيك أنا أبو أنطوان حبشي، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.